افضل لاعب في مصر؟ زيزو، مصطفى فتحي. زيزو افضل لاعب في اخر 3 سنين وسابق كل لاعبي مصر بمسافه كبيره قوي. هو سبقهم في كل حاجه. يعني انا لولا يعني تمسكنا بزيزو، انا بستغرب ازاي الانديه العالميه ما بتجريش ورا زيزو، او العروض ما بتنهلش على زيزو، لان زيزو متكامل ما شاء الله عليه. يعني خايف احسده، بس هو متكامل جدا عضليا وبدنيا وفنيا وشفت مره بيلعب بالهيد قريب، يعني بدا وهو من نوع بيذاكر، واضح ان هو شغال على نفسه. طبعا لا، زيزو سابق بمسافه كبيره قوي. يعني هو سابق كمان في حته الانديه الاوروبيه ما تبصش. لا هو خلي بالك مثلا القيمه التسويقيه ده من حظنا ان الانديه الاوروبيه بتبص لزيزو عشان يفضل مكمل معانا، عشان يفضل مكمل فينا عينيهم يعني، ويفضل زيزو معانا. بس هو زيزو لعيب ما شاء الله عليه متكامل. خلي بالك زيزو بقى اغلى لاعب داخل القاره الافريقيه، 5 مليون يورو هي القيمه التسويقيه. انا عايز اوجه له كمان رساله زيزو، لان هو يستحق كده. زيزو لو فضل على المعدلات دي هيبقى فعلا ايقونه من ايقونات الزمالك التاريخيه، يعني زي ما بنقول الكابتن حسن شحاته، بنقول الاسماء الكبيره قوي التاريخيه. زيزو في طريقه ان هو يبقى كابتن عبد محمد عبد الشافي، زيزو في طريقه ان هو يبقى ايقونه الزمالك لو فضل بالالتزام وبالاخلاص اللي هو فيه ده. هو رقميا كمان دخل في العشرة الاوائل في الهدافين التاريخيين، هو رقم 9 دلوقتي فوق شيكا بفارق هدفين، بعديهم الكابتن طارق يحيى اللي شيكا خلاص بقى نفس الرقم مع الكابتن. لا لا، زيزو لو فضل على المعدل ده يعني 4 5 سنين، ربنا بس يعني يحميه من الاصابات وكده، ان شاء الله هيبقى ايقونه الزمالك التاريخيه مع الايقونات القديمه كلها. ماشي، نشوف سؤال كمان. افضل مدافع في مصر؟ علي جبر، الونش. الونش ده بقى ظاهرة غريبة جدا. لو تابعت منحنى أداء الونش أول ما بدأ ولما قفل، أثبت لك إن لعيب الكورة ممكن يتطور تطور غير عادي. صحيح. فلا، الونش في قمة مستواه، برضه سابق كل مدافعين مصر. لما بيوصل للفورمة بتاعته في حتة تانية خالص. مع احترامي لعلي جبر طبعا، لكن الونش لا، الونش عنده جامب، رغم انه مش طويل قوي بس بينط بارتفاعات غريبه، التيك اوف بتاعه عالي قوي، الفرمله بتاعته غريبه جدا. يعني لا ما شاء الله عليه، بس ربنا يرجعه بالسلامه ويكفيه شر الاصابات. يعني ان شاء الله اقل من شهر ان شاء الله يبقى موجود معانا الونش. شوف السؤال اللي بعد كده. افضل مهاجم في مصر خلال الوقت الحالي؟ مصطفى محمد، كوكا. لو عايز اسم تاني تحطه. هي مصر عندها ازمه في المهاجمين بقالنا فتره طويله، بس طبعا مصطفى ما شاء الله عليه يعني بدا يعلى قوي الفتره اللي فاتت. وهو مصطفى محمد في ميزه ان هو مش احسن حد في حته معينه، بس هو عالي في حاجات كتير. يعني هو هيدر قوي جدا، شويت دلوقتي بيشوط من بعيد، في الثنائيات برضه بيعرف، يعني عنده يعني فكرني بكابتن جمال عبد الحميد شويه. في هو خليط ما بين عمرو زكي وجمال عبد الحميد، يعني بحس ان هو خليط بين الاثنين، وان شاء الله ربنا يوفقه ويروح انديه اكبر كمان في الفتره الجايه. يعني